أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. الكل يراقب الاتصالات الباكستانية السعودية على صعيد الإنتاج الدفاعي، خصوصا بعد لقاء خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي، وأيضا من الاتجاه الآخر ومن الطرف الباكستاني هناك همايون عزيز، هذا المتقاعد وجنرال متقاعد ولم يستغنى عنه في الإنتاج الدفاعي، فهو اليوم وكيل وزارة الدفاع الباكستانية على هذا الصعيد. إذا أمامنا همايون عزيز وخالد البياري طرح سؤالا واضحا: هل هناك إمكانية أساسا لإطلاق بنية تصنيعية دفاعية وعد بها أساسا ولي العهد السعودي، عندما أكد أن الأمر سيكون بقفزات وطفرات على صعيد إنتاج السعودية لسلاحها؟ هنا يمكن أن نؤكد أن زيارة سابقة لأحد المسؤولين بخصوص الصناعة الدفاعية نحو تركيا، والآن أبرز شريك حاليا الأتراك إلى جانب الباكستانيين، والسؤال المطروح في هذه اللحظة: هل المثلث الباكستاني التركي السعودي هل سيخلق الفارق حقا على صعيد خارطة التصنيع؟ هذا هو الشيء المؤكد، ليس فقط لأن التحالف تحالف سني وغيرها من مثل هذا التموقع الذي يمكن أن يضع البعض فيه مثل هذا التحالف، الأمر يتجاوز ذلك عند الأمريكيين إلى صعوبة ضبط الحالة التي يمكن العمل عليها، لأن الحرب ضد الليرة في تركيا وتجاوزها أردوغان باتفاقيات مرفوضة غربيا مع الروبل ومع روسيا، خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية والحرب الأوكرانية الروسية، وقد كانت بمثابة إنقاذ للصناعة الدفاعية التركية لأنها خرجت أساسا من المراقبة الغربية، ثانيا من الاتفاقيات وأجواء التعاون الروسي الأمريكي لضبط السلاح في العالم والتصنيع. إذن أمامنا هذا التحول الأساسي المالي من اتجاه، وثانيا أمام صورة أساسية لمستقبل ما سيكون عليه الأتراك في صناعتهم الدفاعية، هذا في اتجاه. الاتجاه الثاني هو باكستان وإخراجها من ما سمي ما بعد خان أو ما بعد فترة خان باحتواء الصيني للصناعة الدفاعية أو العسكرية الباكستانية، لنؤكد أن باكستان وصلت إلى حدود استقلال ذاتي على صعيد الصناعة الدفاعية ب90% في 2016، وهذا رقم رسمي 90%، ونتحدث عن تركيا ب80%، ونتحدث عن الآن السعودية ب16 إلى 18%، والمرتقب أن يكون الوضع قريبا من 20%. إذن هذا هو التحول الأساسي بالنسبة للتصنيع، ولكن لا يتوقف الأمر عند هذا الثالوث، لأن إخراج باكستان من الهيمنة الصينية على الصناعة الدفاعية وأيضا بالنسبة لأمريكا على الصناعة الدفاعية التركية، والسعودية خرجت من أكناف الوصاية الأمريكية على صعيد الدفاع واستدعاء الصين في الصناعة الصاروخي على وجه التحديد وأيضا بعض التقنيات الفضائية وغيرها، الآن هناك ميلاد شيء آخر، ميلاد فجر آخر للتصنيع العسكري غير المنضبط بالضرورة لا للصين ولا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يخدم تماما استراتيجية محمد بن سلمان، لأن بخروج باكستان من احتواء الصيني وتركيا من الاحتواء الأمريكي والسعودية
اليوم تريد أن تستقل عن أمريكا دون أن تكون مستتبعة للصين، إذن الطريق الواضح الآن أن التعاون التركي الباكستاني إن انعكس على محمد بن سلمان واستراتيجيته فهذا سيعطي الشيء الكثير. إذن أمامنا هذا التحول المخيف بالنسبة لأمريكا، لأن أمريكا لا تتخوف فقط من هذا التحالف في الصناعة الدفاعية ما بين باكستان تركيا والمملكة العربية السعودية، إنما أيضا هناك تحالف آخر إيراني روسي على نفس الصعيد، على صعيد القنابل الآن والدرونات وإلى آخره، تصنيع روسي إيراني في مقابل تماما تركي باكستاني سعودي. يكاد الجميع يتفق أنه من 1951 وهذه الصناعة متطورة أساسا في باكستان وتسعى إلى أن تكون بمثابة حالة إطلاق، إطلاق بعد أن كانت باكستان جزء لا يتجزأ من منظومات كان مهما جدا الاستقلال الصناعي واستقلال الصناعة الدفاعية. يعني تجربة 1951 بالنسبة لباكستان مهمة للغاية، لأن إطلاق بنيات على هذا الصعيد، بنيات تصنيع في المملكة العربية السعودية، تذكر تماما ب 1951 في باكستان، سيكون له أثر، لأن تجربة من لأن التجربة من 51 900 ألف وإلى الآن تعني عند الملاحظين الكثير، ولكن أمام الصعود وأيضا الهبوط في سلم ما كان ضروريا تصنيعه إلى النووي، كل هذا تماما يرغب فيه الآن السعودي. والسعودي يأتي بخالد البياري على أساس الشؤون التنفيذية، ولدينا مباشرة المكلف بالإنتاج الحربي على الصعيد الباكستاني. إذا نتحدث عن مشاريع، الأمر لا يتعلق بلقاء وزراء أو لقاء رسمي أو أوراق، الأمر لا يتعلق بأوراق. ومع محمد بن سلمان على وجه التحديد، وكما قال أحد الذين كانوا يشرفون على الصندوق السيادي السعودي، فإن أول لقاء من أجل استراتيجية جديدة دام 12 ساعة في اليوم الأول، 12 ساعة في اليوم الأول لم يخرج عن كرسيه على الأقل. بالتأكيد الأمر هنا وأمام هذا التصريح معنى ذلك أن الرغبة الأكيدة في الوصول إلى صناعة دفاعية، فالأمر يتعلق ب استراتيجية تصنيعية شاملة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. بالنسبة للتمويل على صعيد الصناعة هذا شيء مؤكد، لهذا فالصناعة الدفاعية تتعزز من أمرين، أولا الاستقلال الدفاعي من جهة، وأهم من ذا وذاك هناك ترتيب على أساس الاستراتيجية الصناعية على العموم وضمنها الصناعة الدفاعية، فالحركة على محورين. وهنا عندما يذكر الجميع أن مثل هذا اللقاء كان مثيرا للغاية خصوصا بالنسبة للمتابعين الأمريكيين، لأن الشؤون التنفيذية والدخول في مشاريع تنفيذية، هذا يعني مباشرة أن هناك سؤال حول ماذا لدى باكستان تريده المملكة العربية السعودية. أولا هناك اتفاق سالف لولي العهد مع كوريا بعد زيارتها، كان واضحا أن الأمر يتعلق بتكنولوجيا مدنية باتجاه كل هذه الصناعة، لكن بالنسبة للصناعة الدفاعية وأمام مشاريع صينية، فضل السعودي مسألة أخرى، أن يلعب على جناحين، وجناح الإطلاق لديه بنيات، هذه البنيات مستفادة من باكستان، والأمريكيون يتخوفون من تمويل مشروع فضائي، يعني الصواريخ الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز أولا الترسانة الباكستانية، ومن الاتجاه الآخر هناك مشاريع لا ينقصها في باكستان سوى التمويل.
إن سيباركو خصوصا أمام تنظيمين لن أضيف لأن هذا فيه شق سري، سوى أن هناك اعتبار للبرنامج 13-14 وأيضا 2-1، وهذا الاعتبار يذهب بعيدا باتجاه التكنولوجيا الصاروخية. إن لم يرغب الغرب في مثل هذا التدقيق على صعيد التصنيع الصاروخي أو صناعة الصواريخ مع الصين، هناك بديل أساسي مع مشاريع مطورة قد تحول باكستان إلى الصواريخ الاستراتيجية. ومن جهة ثانية فإن المملكة العربية السعودية ستتحصل على ما تريده من صواريخ باستقلالية وعلى الأرض وبإنتاج سعودي. إذن هناك شبحين على الأقل بالنسبة للأمريكيين. الشبح الأول هو هذا الثالوث السعودي الباكستاني التركي، وهذا قد يضعنا أمام تخوف كبير بالنسبة للقفزة التي يريدها محمد بن سلمان. والمسألة الثانية هي المشاريع التي لا تنقصها سوى التمويلات. هناك مشاريع R&D من جهة، أيضا هناك ترتيبات مع شركات أخرى، أيضا انطلاقا من الصناعات وخصوصا بالنسبة للحديد مع واه. إذن هناك مشاريع مواكبة، ولكن المشروع الأساسي المخيف هو تطوير صواريخ استراتيجية لصالح السعودية من بنية باكستانية أو نقل البنية الصاروخية الباكستانية إلى المملكة العربية السعودية وإطلاق أول صاروخ استراتيجي يخيف وبكل تأكيد الغرب، لأن أول بلد يحتمل أن يكون لديه صاروخ استراتيجي وبتقنية باكستانية وشديدة الحيطة والحذر، لأن الأمر يتعلق أساسا بحرب دائمة ومتقطعة ومتشنجة ما بين إسلام أباد وواشنطن. سنجد أن بالنسبة لمشاريع شيباركو، هذه المشاريع التي تضعنا في إشكال كبير للغاية بالنسبة على الأقل للغرب، لأن التخوف شديد الصعوبة، تخوف يمكن أن يؤدي إلى انطلاق جديد يستوعب الشرق الأوسط الكبير. الأمر يتعلق الآن بالسعودية مع باكستان ضمن أولا القارة الآسيوية وضمن التحالف الصيني الذي يمكن إطلاقه من خلال غرب آسيا، ومن جهة ثانية ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير. وأهم من كل ذا وذاك فإن الهند التي استثمرت في الأندو باسيفيك هذه المشاريع للبنطاغون الأمريكية، والهند التي جمعت موسكو وإلى جانبها واشنطن في جبهة واحدة من أجل دعم صناعتها، اليوم أيضا بالنسبة للسعودية تجد في باكستان التي همشها الأمريكي من خلال ما ذكرناه من مشاريع في الاندو باسيفيك، سنجد وبشكل واضح أننا أمام سعي لهذه القوى الثلاث. والقوى الثلاث هذه هي التي يمكن اليوم الاعتماد عليها، لأن الخارطة أساسا هي سعودية تركية باكستانية، تحتوي إيران من جهة، وأيضا تصنع قوة السعودية. ولأن هناك اعتبارات قديمة إلى درجة أن اتفاق الدفاع النووي على الحرمين وأيضا القنبلة النووية السعودية في باكستان، كل هذه مشاريع يعرفها الغرب، ولذلك فإن تعزيز وضع الصواريخ على وجه التحديد ضربة كبيرة للغرب، لأن إنتاج سعودي باكستاني لأول صاروخ استراتيجي قد يكون عابرا للقارات أو في حكمه، هذا هو التطور الاستثنائي الذي سيجعل من تركيا اليوم
بالباليستي لتيفون الذي وصل اليوم إلى 750 ألف كيلومتر وهدد بشكل كبير جدا كل التوازنات في بحر إيجا وما بعد بحر إيجا. وأيضا بالنسبة لباكستان مع صواريخها المعروفة والتي يمكن أن تسحق إسرائيل. بالنسبة للسعودية الأمر الآن مؤهل أن يأخذ طريقه، هذا الطريق هو التصنيع، والتصنيع المدني والعسكري في آن، أو هذه الصناعة المزدوجة تطويرها سيفيد المدني وسيفيد العسكري في آن، وهذا هو الذي يسعى إليه السعوديون بكامل الثقل، وأمام مشروع خطير للغاية لدى الغرب على الأقل كما هم يتوسمون أو على الأقل يتخوفون، ولكنها خطوة قد تكون عاجلة أو آجلة، لكنها هدف ضمن الأهداف الاستراتيجية. إذن مشاريع سيباركو المجمدة نتيجة نقص التمويل الآن مع السعودية قد تصل إلى ما بعد الصواريخ التكتيكية وبلوغ الصواريخ الاستراتيجية بدعم تركي باكستاني، سنرى السعودية قد انطلقت. شكرا جزيلا.